المناسبة. سيداتي وسادتي، إن الشعب المصري العظيم يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخه، ليؤكد دائما أنه شعب منتصر ينتصر دائما لإرادته، ويحتفل اليوم بافتتاح قناته بفرحة وبهجة لتكون مفتاح الخير. إن هذا العمل العملاق وراءه رجال وعدوا فأوفوا، لقد انطلق العمال المصريون كالسهام النافذة، واصلوا العمل ليل نهار في مشقة وسهر حتى يخرج هذا المشروع إلى النور ونسمع هدير المياه